حديث أثناء الحملة الانتخابية قبلها وبعدها عن رقم المليون منتسب بالنسبة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وأحيانا على شكل تهكم، هل كانت لديكم خشية قبل ذلك ولذلك قمتم بالحملة الانتخابية وترأستموها خلال هذه الانتخابات؟ هل لديكم ثقة في أغلبيتكم؟ وهل كان ترأسكم للحملة أيضا محاولة لاسترجاع المغاضبين الذين ترشحوا من أحزاب أخرى؟ هل وفقتم في ذلك؟ وما هي الاستراتيجية الآن لإعادة ترتيب كل هذه الأوراق بعد الحملة؟ المليون، قضية المليون هي مليون ومية وخمسطاشر ألف، ولا هي من الملايين الماضي، من الملايين، مليون من الملايين الحاضر، لأنه سجلت كنا مقدم بطاقة تعريفه وصحت ودقت، لأن كانت مليون ومئتين وشوي، وبعد تصحيحها بقيت منها مليون وخمسطاش. يعني مليون وخمسطاش تعد ما شاركت في الانتخابات، وأكيد أنا ما شاركت، لأن اللي شارك في الانتخابات في موريتاني كامل اللي صدق الأقلبية والمعارضة لا 700 ألف، يعني هم يرعون لا ذيك المليون اللي سجلت. وعلى كل حال زاد شيء الحزب. هل ترون أن ذلك انعكس إيجابا على مستوى الإقبال؟ لأننا في الدور الثاني لم نشاهد إقبالا كبيرا خاصة في مدينة نواكشوط. هذه ظاهرة على كل حال، لأن مشينا من 70 وحوالي 70 إلى 50 شوية على 50، يعني دائما في الشوط الثاني دائما يخلي تراجع، ذاك تراجع نسبة المشاركة. يعني المهم النتيجة، النتيجة احنا عندنا أغلبية مريحة ومرتاحين اللي يخلق للنتائج مرتاحين اليوم. سؤالي الثاني في هذا الدور، بالنسبة لنتائج الانتخابات أيضا، ولازلنا ندور في دوامة المأمورية الثالثة، لأننا مهما قلتم يبقى هناك هاجس بأنه هناك شيء ما قد يحدث لتمرير المأمورية الثالثة حسب ما يقوله الكثيرون. أنتم شخصيا صرحتم بأن الموضوع منتهي. إذا ما انطلقنا من هذه النقطة، ما هي التحديات التي ستواجه من سيخلفكم في رئاسة موريتانيا؟ التحديات دائما نفس الشيء، تحديات التنموية، تحديات الأمنية، تحديات السياسية موجودة دائما. ولا اللي عدنا في البلد على كل حال 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، لا يتم إلا فيه نواقص بالنسبة للديات لطموحنا، طموحنا لبلدنا. وبالتالي المستقبل على كل حال أنا مرتاح للمستقبل، يعني البلد الحمد لله ماشي على وتيرة نمو، ماشي على وتيرة استقرار وعلى تنمية، ذيك هي واضحة. وقضية المأمورية الثالثة مدي لا تم ولا تطرح المأمورية الثالثة، مشكلة ثانية أطمن ذاك هي قضية السن، السن لا تتم تطرح ولا تم تطرح، يعني أنا لأن قضية السن اللي واحد يمد عندهم مشاكل لا تطرح لكم مشكلة السن، تجاوزنا إلى هذا ربما يكون تطرح على ثاني على شيء ما بخصوص دستور، دستور لا يغير لا في أخبار المأمورية الثالثة، ما طالبوا عنه يغير على السن الناس اللي عنده زايد على 75 عام ولا تيعدي. نحن لسنا من نطالب على فكرة، نحن نقول فقط آراء السياسية.